يا باركر، لماذا لم يتم تسليم التقرير، تقرير التمويل؟ لأن شركة MNC تحتاج إلى تسليم هذا التقرير لي. أنت تعلم أن عميل منتجاتهم في أقرب وقت ممكن سيكون موجود، ونحن بحاجة للاستعداد مع جميع التقارير الإحصائية قبلا. هل تفهمني؟ ألا تفهمني؟ أليس كذلك؟ الموعد النهائي اليوم، نحن بحاجة إلى الحصول عليها كاملة على حد سواء، منتهيا وبسرعة الآن للحصول على العمل. أود أن أبلغكم أن صاحب رقم الحساب الذي ينتهي ب 35605 قد تم خصمه من الريال القطري 15000 في 17 من يونيو. سيتم رفض بطاقة الخصم الخاصة بك لأي معاملات أخرى. يرجى الاتصال بمدير الفرع المحلي لمزيد من التفاصيل. شكرا جزيلا. Thank you.